الاتحاد الافريقي في لقائه في احد البرامج واتكلم بشكل واضح عن ان لا يوجد خطه لالغاء دوري ابطال افريقيا. تعالوا نسمعه ونسمع اهم هو قال ايه. ما هي خطط او سيناريوهات الاتحاد الافريقي لكره القدم فيما يتعلق ببطولات الانديه الكونفدراليه ودوري الابطال؟ علينا ان نقول اننا محظوظين لاننا على وشك الانتهاء منها. لدينا الدور قبل النهائي والدور النهائي هم المتبقين، وبالتاكيد اليوم نحن نأمل أن تكون هذه الأزمة قد رحلت مع هذا الصيف، وبالتأكيد سيتم تحديد موعد للدور قبل النهائي والنهائي في أسرع وقت ممكن، ربما منتصف يونيو، ولكن ما أقوله قد يكون مبكرا أو سيكون في شهر يوليو أو على في أسوأ الفروض في شهر أغسطس. ولكن بالنسبة لنا اليوم لا توجد خطة لإلغاء البطولات الأندية الكونفدرالية ودور الأبطال. لدينا مباريات هامة جدا ستلعب ونريدها أن تحدث. دي إجابة واضحة وصريحة، أنا بشكرك عليها. طبعا لا توجد خطة للإلغاء شهر 6 7 8. واضح ان الموضوع باين وان الكاف بيتمسك باقامه البطوله، ولكن في حديثه كان في حاجه مختلفه ومهمه جدا حبينا نقف عندها نتكلم بقى فيها عشان تؤكد ان احنا مش بنعيش نظريه المؤامره. بالظبط. نسمع فيديو مهم جدا للسكرتير العام للاتحاد الافريقي ونرجع نعقب. ايقاف وليد ازارو وغرامه الاهلي ب 20,000 دولار كان ضروريا لاحتواء غضب الترجي، نعم ام لا؟ إذا اتخذنا القرار بهذه العقوبات هو مبرر، وسأقول نعم هو مبرر. مبرر، ولكن ليس لإرضاء الترجي. أتذكر جيدا الحقيقة، لن أقول لا أعلم، ولكن هذه هي إجابتي. هو السؤال الثاني من الأستاذ إبراهيم أنا ما فهمتوش، يعني هو نعم أم لا هو مبرر لإرضاء الترجي؟ قال له نعم مبرر. قال له وليس لإرضاء الترجي، ما هو السؤال أصلا متهرب من الإجابة بقى ساعتها. بالظبط، فهو قال لك أنا قلت الإجابة اللي عندي اللي هي الإجابة نعم، وده كان واضح وقلنا الكلام ده في وقتها، وقلنا المباراة بين الذهاب والعودة أسبوع واحد، وقرار العقوبة لوليد أزارو حتى لو الفعل ده سوء سلوك من وليد أزارو لم يؤثر على قرار الحكم اللي ما شافش أصلا وليد أزارو لأن كان فيه فار، والحقيقة اتخذ القرار بحرفية شديدة وبسرعة شديدة وإيقاف مباراتين تحديدا عشان ما تقدرش تستأنف عليه فيغيب، وواضح جدا القرار أو الاعتراف أن الموضوع كان عشان إرضاء فريق الترجي، لكن ما كانش ده بس القرار الوحيد لإرضاء فريق الترجي في الوقت ده. احنا هنكلم الناس في الخلفية الذهنية للحدث، كواليس الحدث اللي تخليك تشوف الموضوع اتقال ازاي. زي ما قلنا احنا لا نؤمن بنظريات المؤامرة، ولكن دائما بنرصد لما يكون في كلام يستحق الرصد. كان الفار في مباراة العودة ازاي؟ شفنا ان الفار يا احمد ما كانش موجود، وانت بتتكلم في مبدأ الفير بلاي والعدالة، مباراة فيها فار ومباراة ما فيهاش فار. بس تخيل على خلفية الكلام ده ممكن نفهم ليه الاتحاد الافريقي قد يكون عنده قناعات ان الفار ما يستخدمش في مباراة العودة. احمد رئيس الاتحاد الافريقي خرج بتصريحات غريبة جدا بعد مباراة الذهاب، وقال فيها بالنظر للاحداث الاخيرة والعنف في الملاعب ورفض الحكم استخدام فار، الحكم كان بيروح ويتوجه للفار بشكل واضح، ولكن كان بيختلف مع قرار الفار اللي يبدو ان هو كان موجود عشان يوجه تجاه اراء معينه، وده اللي ما استجابش ليه الحكم. كان مين بقى الحكم في مباراه الذهاب؟ بكاري جسامه. كان حكم الفيديو بكاري جسامه. بالظبط، ولكن كمان بقيه الكلام مهم، قال لاعب مزق قميصه امام مدربه المتواطئ. يعني وصف غريب جدا قبل خضوع لأي تحقيقات. الاتحاد الإفريقي على عكس الاحترافية في كل الاتحادات الدولية بيقول إن المدرب متواطئ. وكمان اتقال أكد الرئيس على عزمه تطبيق إصلاحات متعددة بالرغم من إيقاف 26 حكم. كان واضح جدا يا أحمد إن قد يبدو إن الكاف اتعامل بمبدأ خلاص يبقى مباراة العودة في تونس مش هيكون فيها فار، وهيكون في اعتداءات حصلت على اللاعبين، والكاف لا يرى لا يسمع لا يتكلم. مباراة كان فيها كواليس كبيرة جدا، وأعتقد تصريحات لها مدلول خصوصا مع التصريح اللي احنا استعرضناه لمسؤول الكاف. لا كمان لما رئيس الاتحاد التونسي يطلع قبل ما الكاف يعلن عن قرارات، كان في عقوبة صدرت ضد نادي الترجي بإغلاق مدرج لنادي الترجي، ويطلع رئيس الاتحاد التونسي يقول ان العقوبة دي هيتم رفعها على نادي الترجي والجماهير هتحضر المباراة بكامل العدد، ثم يطلع الكاف بالقرار. أبعاد وملابسات غريبة جدا، وكان دور الاتحاد المصري
زي دور الكاف بالظبط في ازمه النادي الاهلي، لا ارى لا اسمع لا اتكلم. لم يتدخل الاتحاد المصري في الازمه دي من قريب او من بعيد، برغم ان هو تدخل في ازمات تخص نادي الزمالك في نهائي الكونفدراليه وازمات اخرى تخص نادي الاسماعيلي في دوري ابطال افريقيا بعد استبعاده من البطوله، ثم لعب الاتحاد المصري دوره وعاد اعاد الاسماعيلي تاني للبطوله. فدي كانت ازمه مهمه جدا وكانت واضحه جدا المعالم. والحقيقه الكلام اللي تم عن حكم مباراه النهائي ما كانش بنفس القوه عن الحكم اللي ساعد فريق الترجي على حساب اول اغسطس ان هو يصعد للمباراه النهائيه. ده كان لازم صوره نحطها قدام الناس يا فارس بالزبط. طبعا السكرتير العام للاتحاد الافريقي لما يجي يقول لك اه كان مباراه لارضاء الترجي، يبقى احنا مش بنقول كلام من عندنا، احنا بنرصد الصوره بتصريح في اقرار واعتراف واضح وصريح من شخص مسؤول داخل الكاف. نحن لا نختلط مظلومية، ولكن نحن نعقب على أشياء تبدو لنا غير صحيحة بالمرة. عشان كده عايزين بقى نروح لقضية مختلفة تماما يا أحمد، وفيها كتير جدا من الكلام. هي بتظهر كل شوية وتختفي، ظهرت ليه واختفت ليه ما بيكونش فيه مبررات. فكرة عدد اللاعبين الأجانب، الموضوع هنا مش هناخده خالص في فكرة أهلي وزمالك إطلاقا. أنا أرى أن لازم الإعلام الأهلاوي والإعلام الزملكاوي يتكاتف سويا على فكرة أن اللاعبين الأجانب يكون عددهم على الأقل كما هو. ليه؟ مش لمجرد أن احنا بنفترض، ولكن لأسباب موضوعية. كمان حابب أقول حاجة، أنت لما بتيجي كإعلام بتتبنى وجهة نظر طول الوقت، بتكلم الأندية وبتشجعها في الاحتراف، خرج اللاعب للاحتراف، ما طلبش مبالغ كبيرة، سيب اللاعبين ياخدوا فرصتهم. وبتيجي لما اللاعب يكون بيخرج منه نجومه للاحتراف ويحاول يستعوض ده بلاعبين أفارقة عشان يحقق منهم مكاسب زي اللي هنستعرضها، بتيجي تقلص له الأجانب، وبالتالي ده بيؤثر عليه بالسلب. يا جماعة الموضوع متكامل، وفكرة حقوق المنتخب ده احنا بنؤكد عليها، ولكن في العالم كله كرة القدم والدوريات أصبحت صناعة مستقلة، مفيش حاجة اسمها أثر على فرق بالسلب عشان المنتخب. المنتخب أكيد كلنا بندعمه، ولكن مش بالتأثير السلبي على الأندية، لأن العلاقة بقت كل حاجة فيها مستقلة ومحترفة. بس كده يا فارس، احنا 2006 خدناها كان عندنا محترفين في الدوري المصري في مراكز كتير جدا، 2008 خدناهم افريقيا وبرضه كان عندنا محترفين في الدوري المصري في مراكز كتير جدا، 2010 خدناهم افريقيا ثلاث بطولات على التوالي، المنتخب بيحقق البطوله دي وكان عندنا محترفين تقال جدا، لدرجه ان كان عمرو زكي موجود في المنتخب وعماد متعب موجود في المنتخب ومعاهم في نفس الفرق اما فلافيو او اجوجو او لاعبين تقال غير الفرق الافريقيه الانديه الدوري الاخرى اللي كان راس الحربه ولاعيب الوسط ولاعيب الدفاع في كل المراكز فيه لعيبه افريقيين محترفين. ففكره ان انت وقف عدد المحترفين ده علشان فكره المنتخب، لا، المنتخب هيستفيد، والمنتخب حاليا بيشتغل على فكره اللاعبين المحترفين اللي هم ركائز زي صلاح وتريزيجيه وحجازي وغيرهم وغيرهم. فشيل خالص فكره المنتخب من حساباتك، لان اكيد في النهايه انت عندك 11 لاعب، ده مش مركز حراسة مرمى تقول أنا بلغي الاحتراف في حراسة المرمى عشان يكون عندي حراس مرمى لمنتخب مصر، لا، أنت عندك 11 لاعب أو 10 لاعبين غير حارس المرمى. فكرة أن أنت يكون عندك 3 لاعبين محترفين أو 4 لاعبين محترفين، ده لن يدير الأمر شيء ولن يدير المنتخب في شيء، خاصة لما نعرف أن كمان الأندية، كل الأندية، مش بتكلم عن الأهلي بس أو نادي الزمالك بس، ده بقى مهم، كل الأندية استفادت فلوس ومقابل مادي من إعادة بيع اللاعبين المحترفين اللي تم التعاقد معاهم بمبالغ ثم اتباعت بمبالغ أعلى. نقدر نستعرض الصورة عمارة بتاعت أهم الأفارقة والمقابل المادي. عندنا طبعا ماليك إيفونا كان جاي من الوداد للنادي الأهلي ب 2.25 مليون، ده باليورو. الأهلي باعه ب 7.25 مليون يورو. أمادو فلافيو طبعا كان جاي اتباع من الأهلي للشباب السعودي ب 2.75 مليون برضه يورو، وطبعا كان جاي برقم أقل من كده بكتير. جون أنتوي وجولاته بقى من الإسماعيلي للشباب اتباع، ده كان جاي للإسماعيلي بمبالغ زاهدة جدا، كل باستثناء يعني باستثناء ماليك إيفونا كان اللاعبين المحترفين تقريبا سعرهم في المتناول. اتباع برضه بحوالي 3 مليون إلا ربع يورو. إيمانويل اتباع ب 800 ألف دولار، وقتها كان سنة 94، وإيمانويل تقريبا كان جاي ب 30 ألف دولار و 5000 دولار اتكلم عنهم الكابتن محمود معروف الدفع الرئيسي النادي عشان يجي نادي الزمالك. جون أوتاكا المقاولين ثم الإسماعيلي ب 150 ألف، اتباع بمليون ونص. إيريك تراوري من المقصة البيراميدز 2 مليون 5.65. سامويل أفون
طبعا برضو خد جولات كبيره جدا. واوتوبونج ده لاعب الاتحاد، اللاعب ده كان تم عرضه على الاهلي من قبل، ولكن اتباع للهلال السوداني ب 600,000 وبرضه كان جايب مبلغ قليل جدا. فكل الفرق، بص خريطه الانديه كبير وصغير ومختلف، يعني مش فكره ان الانديه الكبيره بس استفادت والانديه اللي هي هنا صغيره بمعنى القدره الماليه، لا هي جابت برخيص وباعت. ولو رجعنا بكذب. لو رجعنا فارس هتلاقي تشيرنو كان جاي القناه، جاي للقناه وثم اتباع للنادي الاهلي، ودي اللي هي التنقلات بقى داخل مصر اللي فادت الفرق الصغيره، مش يعني الفرق اللي احنا هي في الصغيره في القوه الشرائيه دي معروفه في القوه الاقتصاديه. فاتباع تشيرنو كان جاي القناه عمل شغل عالي جدا وجاي النادي الاهلي وانديه كتير، وعندك لاعب اسوان اللي انتقل للزمالك وحاليا في الاتحاد معار، وانديه كتير جدا بتستفيد ماليا. فانت لو عايز مصلحه الانديه في حاجه اسمها القوة الشرائية، وكمان الفوائد اللي بتعود على الريسيل او اعادة بيع اللاعبين المحترفين دي. لكن عندنا نقطة اهم يا فارس، فكرة بالظبط في النقطة دي في حاجة بقى مهمة. بعض الأندية بتتكلم في فكرة اصل المبالغ الخاصة بالمحترفين، احنا هنا عايزين نتكلم في حاجة. انت لما بتتكلم في ان البدائل عندك تكون من الدوري المصري، بتشوف يا احمد قلة عدد اللاعبين وكمان بتسمع اسعار كبيرة جدا. خلينا نتكلم بواقعية، لاعب زي ديانج لو شفت المستوى اللي بيقدمه ده في فريق في الدوري المصري هيطلب فيه كام؟ 60 مليون بس كده. انا كنت اقول برضه 60 مليون يعني تقريبا احنا بنتكلم النادي كان هيفتح عليه مزايده. التنوع اللي موجود في شراء اللاعبين الافارقه، انت بتختار من شريحه اكثر وسعا وبتقدر تدور فيها وتشوف كشافين، وفي انديه كتير جدا. عشان كده الانديه الصغيره المستفيده، اللاعب عالي الجوده في الدوري المصري لما يجي يصارع عليه هيتصارع اتنين بس او ثلاثه، الاهلي، بيراميدز، الزمالك. كاسونكو كابونجو يا فارس انت فكرتني، كاسونكو كابونجو جاي الاتحاد بكام؟ $1,000. صحيح. وبيتباع بكام؟ وهتقدر تدور على لاعبين كتير. 15 مليون جنيه من نادي الزمالك. وقاعده اللي انت بتدور فيه دوريات كتيره جدا في شمال افريقيا او دوريات كمان صغيره بتشوف فيها مواهب بتجيبها، مش هتقدر تعمل ده هنا في الدوري المصري لان النجوم هيبقى بتصارع عليهم ناديين او ثلاثه فقط. وعشان كده لازم الانديه تعرف الموضوع مش عند، الموضوع استفاده لكل الانديه. نيجي بقى حاجه تانية، القيمه الفنيه. طبعا عندنا لاعبين كتير جدا، جيلبرتو، معلول، شميلز، بيكلي، فرجاني، البوركيني، محمد كوفي، امادو فلافيو، ايمانويل امونيكي، فيليكس، كوارشي، ولاعبين بقى بوبا، لاعبين كتير جدا، بابا اركو طبعا، في لاعبين كتير جدا كان لهم دور مع كل الفرق بتاعتهم. وحتى زي ما قلنا مش اهلي وزمالك، هي دي القضيه يا جماعه لازم ننظر اليها بهذا الشكل. لو شفنا في الهدافين بتوع الدوري المصري من الاجانب، عندنا هنا طبعا دي اكثر اللاعبين الاجانب احرازا الاهداف في تاريخ الدوري، عندنا جون انتوي، بابا اركو، منسو بوبا، نانا بوكو، بنتكلم في لاعبين فيهم كتير مش اهلي وزمالك، فلافيو، ستانلي، ديفوني، شميلز، بيكلي، كوفي، وايريك تراوري. حتى لو اتكلمنا في الهدافين التاريخيين هنيجي نلاقي حمدتو لاعب الترسانه، هنيجي نلاقي علي محسن طبعا اللاعب اليمني كان بيلعب للزمالك، جون اوتاكا لاعب جال الاسماعيلي من نيجيريا وكان لاعب من المقاولين، لاعب في المقاولين الاول، بنتكلم كمان في الاسماعيلي الاستفاده الماديه. هنا بنتكلم قدر يبيعه ويكسب فيه ارقام عامله ازاي. امادو فلافيو قلنا وشرحنا، برده بابا اركو وبوبا، بتتكلم في لاعبين يا احمد. هنا اللي عايزين نقوله للناس من الفقره دي، احيانا الاهلي بيتكلم في مصالحه والزمالك بيتكلم في مصلحته، وبتيجي بعض الانديه هي بتلاقي الفكره، انت بتتكلم في مصلحتك والزمالك بيتكلم في مصلحته، خلاص انا ماليش مصلحه في الموضوع ده فانا رافض. لا، الموضوع مش كده، هذا الشيء عاده بالفائده على كل الانديه المصريه. ولو هنتكلم من زاويه تانية اللي هي البعض هيقول انت مش كل الاجانب اللي بتجيبهم سوبر، انت بتجيب مثلا بيبقى عندك 2 أو 3 سوبر خلاص يبقى انت مش محتاج العدد الباقي. الموضوع ما بتحسبش كده خالص، في اسماء جت كبيره وما وفقتش، واسماء كانت كشافين جايباها وشغل السكاوتنج وقدروا ينجحوا بشكل كبير. عشان كده محتاجين نبص للصوره كامله ونشوف مصلحه الانديه، لان كمان عندنا مصلحه للانديه خصوصا اللي بتشارك في افريقيا في النقطه اللي جايه. بس انا مش حابب اذكرها مصلحه الانديه فقط لا غير، ده انا عايز اقول كمان مصلحه الاتحاد المصري لكره القدم. الحقيقه احنا لما بنشوف فريق الوداد وفريق الرجاء وفريق الترجي والنجم الساحلي بنقول الاتحادات التونسيه اتحادات قويه، بالتالي الانديه المصريه اللي بتمثلك في بطولات افريقيا لما بتكون قويه اكيد ده بيرجع لشغل وسياسه الاتحاد المصري لكره القدم. فبالتالي انت كاتحاد مصري لكره القدم لازم تبص الاتحادات الشمال افريقيا دي نجحت ازاي. انت دلوقتي عندك 4 فرق المربع الذهبي دولت بيشاركوا في بطولات افريقيا سواء دوري الابطال او الكونفدراليه، بتقابل فرق محترفينها عدد مختلف،
الكواليتي اللي موجود عدد مختلف بتنافس على البطوله، فبالتالي انت كاتحاد مصري لكره القدم المفروض، ده المفروض يعني، انك تساعد الانديه دي انها تكون في اقوى حالتها في المسابقات الافريقيه، فبالتالي لما تيجي تقلص عدد الاجانب حتى لو كان الخطاب مبعوث من اتحاد سابق او ما شابه، احنا بنخاطب ومش بنلقي اللوم على الاتحاد الحالي. قضية لا. احنا بننور نقط امام الاتحاد الحالي اللي اكيد يهمه مصلحه الانديه المصريه، لانها بالزبط. في النهايه مصلحه الكره المصريه، وبتعود زي ما قلنا بالنفع مردودها على الاتحاد المحلي، فبالتالي لازم نوضح ان الانديه زي اللي صعدوا معانا دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا السنه دي نشوف عدد المحترفين فيها كام، سواء مازيمبي او الترجي او النجم الساحلي. لو عندنا نقدر نعرض الصوره عماره هنلاقي فريق مازيمبي 15 محترف، فريق زي الترجي 13 محترف، صن داونز 7 محترفين، النجم الساحلي 6 محترفين، الاهلي والوداد والزمالك والرجاء اللي هم المربع الذهبي حاليا كل فريق 5 محترفين. طبعا شمال افريقيا وتحديدا تونس والمغرب استفادوا من فكره اعتبار اللاعب شمال افريقيا لاعب محلي. احنا هنا بنعملها على لاعب واحد فقط لا غير، فلما تلاقي فريق زي مازيمبي عنده 13 محترف وفريق زي الترجي عنده 13 محترف، 13 النجم الساحلي يقدر يجيب هو كمان 13 محترف، خلاص متاح، الامر متاح، بتجيب لعيبه من شمال افريقيا. انت هتيجي تجاري الانديه دي ازاي في بطولات افريقيا؟ اكيد محتاج يكون عندك قوه للانديه دي، خاصه ان احنا بنطلع لاعبين محترفين، هتطلع اللاعب المحترف فلازم تعوضه بمحترف قوي يعود على الانديه بالنفع، فبالتالي يعود على الاتحاد المصري لكره القدم بالنفع. وكمان مؤكد، والله مؤكد، اللاعبين المحليين لما بيلعبوا جنب لاعبين افارقه مستواهم عالي اكيد مستواهم بيفرق، ومفيش ابدا مشكله. انت عندك ازمه في نواب مش علاقتها خالص بالمحترفين، قلنا فلافيو كان موجود هداف الدوري، وعماد متعب كان ايضا هداف مشارك مع فلافيو وكان هداف منتخب مصر، وعمر زكي نفس القصه. فيا ريت الاضواء اللي احنا القناها دي على سواء بقى القوى الشرائيه او القيمه الشرائيه او القيمه الفنيه او كمان مسابقات الانديه فارس اللي مشاركه في بطولات افريقيا لازم تتوضع تحت الميكروسكوب. بص الحاجة يا احمد، مباراه سان داونز كنا بنتكلم في خبرات اللاعبين المحترفين، تحملهم للاجواء، فكره الضغوط الجماهيريه، هل استفاد الاهلي من محترفيه الخمسه؟ اه استفاد طبعا. نادي الزمالك شفنا في السوبر قدام الترجي لاعب زي بن شرقي، اصل دي حقائق فنيه، ازاي خدم الفريق؟ عشان كده لازم نبقى عارفين ان انت ما ينفعش تضعفني لاسباب تؤثر عليا في بطولات اخرى، خصوصا ان القاعده مش موحده لكل الفرق اللي بتشارك في افريقيا. بالظبط. ومن محترفين يا احمد عندنا عايزين نروح لمحترف تاني. اه كان محترف له وجهه نظر مختلفه، والحقيقه وجهه النظر دي كان واضح ان هو كان جاي فاهم كويس قوي هو ايه النادي اللي هيلعب ليه، صفات او سمات جماهيره ايه، بيحبوا ايه بالظبط، فكان